في سيدة أخرى عندها ابن، هي معانا على التليفون يا شباب. برحب بيك يا ست أم محمد، ازي حضرتك؟ خير، ازيك يا أستاذ جابر؟ الله يخليك يا ست الكل، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا ست الكل، كل سنة وحضرتك طيب. انت بالصحة والسلامة وبخير دايما، ربنا يخليك يا أستاذ جابر. أنا عندي مشكلة دلوقتي، ابني واقع في موضوع الإدمان ده. يعني هو بيدمن ايه يا ست الكل؟ نعم؟ مدمن ايه؟ مدمن ايه؟ مش عارفه البتاع الجديد اللي طلع بيشربوه ده، معرفش اسمه ايه. يعني حشيش ولا هيروين ولا لا 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 حاجه ثانيه، حاجه جديده كده. جديده؟ نعم، حاجه جديده يعني. اسمه فودو، اسمه فودو. فودو؟ استنى يا جدعان، هو هي هتقول اسمه فودو يا ست الكل؟ حلو قوي. فودو ده، فودو ده شراب ولا شوربه ده ولا ما اعرفش والله يا استاذ جابر. يعني فودو ده عنده كام سنه يا ست الكل؟ هو ما كملش 25. فودو؟ طب وانتي هو في سنه كام طيب؟ لا هو مخلص. مخلص جامعه ولا تعليم متوسط؟ لا مخلص معهد. لا مخلص معهد. ما راحش اتعالج قبل كده؟ لا هو انا والله يعني الاماكن العلاجيه كلها غاليه جدا حضرتك، يعني لا يعني ما راحش اتعالج. انا يعني قبل كده قعد في البيت فتره وبقيت اجيب له علاج يعني وحاجات زي كده، لاني حضرتك عارف الظروف وكده. انا عارف وظروف الحياه يعني صعبه قوي. فانا كل ما اروح بيه يعني اشوف مكان علاجي عشان احجز له فيه، الاقيه يعني سعره عالي قوي. طبعا عنده اخوات تانيه؟ عنده اخوات تانيه؟ والله هو وحداني معايا، بس يعني الظروف بقى مش مساعداني. طيب بص يا أمي، طيب ماشي. هو عنده رغبه انه يتعالج؟ هو عنده رغبه انه يتعالج. هو جنب حضرتك؟ لا هو مش جنبي دلوقتي. طيب لو عنده رغبه انه يتعالج يبقى تمام. اهم حاجه لا، ما هو في فرق بين ايه؟ الدوله دلوقتي عامله حاجه لطيفه جدا انها بتعالج المدمنين فعلا. وبتعالجهم برغبه منهم، يعني بمعنى ايه؟ يا ريت يا استاذ جابر، لان الشباب ما هو المشكله ضايع. المشكله انه بيحصل وحضرتك ايه؟ المنطقه عندنا كانهم بيفرقوا ببلاش. ده يعني في انهي منطقه يا ست الكل؟ نعم؟ انهي منطقه؟ احنا في منطقه الشرابيه. حلو قوي، بيفرقوا ببلاش دي، يعني تلاقي لا متدمره المخدرات كده ببلاش؟ ببلاش؟ مش ببلاش حضرتك، بقول لك يعني منطوره. ايوه يعني حضرتك تمشي في اي شارع تلاقيهم واقفين يقولوا لك انت عايز ايه حضرتك؟ لا والله. طلبك ايه؟ كده. طب ما تعزميني يعني عند حضرتك كده، اجي لك يوم والنبي واحنا ماشيين في الشوارع كده، حد يقول لي ولا حاجه. والله فعلا حضرتك، والله ده انا ممكن اصور لك وابعت لك. ايوه يعني انا ممكن اصور لحضرتك. الشباب بتترمى في الشارع، تترمى بتاع دوت، بيترموا في الشارع. لا لا والله، تبعتي لي بكره، تبعتي لي بكره، بس خلي بالك يا سعاد يعرفك ولا حاجه يقطروك. انا بقول لحضرتك يعني حاجه مش ممكن، يعني حاجه. لا ده مهم، انا مش عارفه يعني، يا ريت بس حد ينظف لنا الكلام ده كله. طيب نعمل البدايه، كتر خيرك طبعا ان انت دخلت المداخله. انا مع الشباب بتضيع والله يا استاذ جابر كده. لا يعني ربنا، بدل ما يفيدوا البلد بحاجه كويسه. دمروا. طيب حرام. حضرتك دلوقتي تقنعي ابنك لو في امكانيه للعلاج. انا هكلم حضرتك بكره واوصلك بالدكتور عمرو عثمان اللي هو ماسك هذا الصندوق التابع لوزاره التضامن، وهو هيبعت لحضرتك او يتواصل مع حضرتك وتروحوا. المهم بقى، بس اللي انا بقول لحضرتك عليه ان لو ابنك هرب، هو بيحصل ايه يا ست الكل؟ هناك مفيش اسوار. اللي عايز يتعالج وعنده رغبه يتعالج. اللي عايز يهرب وملوش رغبه في العلاج، نص العلاج مش حلو، فبيقولوا له توكل مع الله. توكل على الله. ايوه طبعا، سيبه لغيرك بقى. دي اللي انا بقوله. لا هو عنده رغبه انه يتعالج، وهو عايز يتعالج لان هو مش حابب اللي هو فيه ده، لان احنا مش شكل الحاجات دي حضرتك. خلاص. مش الكلام دوت. ان شاء الله باذن الله. لا باذن الله هتاكد من حضرتك بقى ان هو عايز يتعالج، عشان ما نكلمش الدكتور على الفاضي. ايوه. واذا كان عايز يتعالج يبقى تمام. ماشي. عايز تتعالج حضرتك. خلاص. عايز تتعالج فعلا، وهو اللي طلب مني، قال لي يا ماما شوفي لي اي خلاص. مكان وديني فيه. قلت له يا ابني انا مش قادره. ان شاء الله. لا وعد ان شاء الله باذن الله، بكره ان شاء الله نكلم حضرتك ونقول لك الاجراءات ازاي، وحضرتك تروحي بيه او هم يبعتوا لك او هم يتواصلوا معاكي، وان شاء الله خير باذن الله. ربنا يكرمك باذن الله. شكرا يا ست ام محمد. الف شكر. لا شكرا يا ست ام محمد. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.